مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج ساعة في الاقتصاد. نتحدث اليوم عن موازنة العام المقبل 2017، أهم ملامح هذه الموازنة وكيف تنعكس بشكل مباشر على المواطن. أرحب بضيفي في الاستوديو لهذا اللقاء، الأستاذ مازن سديري رئيس الأبحاث لدى الاستثمار كابيتال. أهلا بك معنا أستاذ مازن. أيضا أرحب بالمهندس خالد الغامدي خبير سلسلة الإمداد وتوطين الصناعة. أهلا بك معنا. كما ينضم إلينا من المدينة المنورة الأستاذ يوسف الميمني رجل أعمال. أهلا بك معنا أستاذ يوسف. مشاهدينا الكرام نتابع معنا التقرير التالي ثم نستهل حوارنا حول ميزانية العام. بموازنة انضباطية أعلنت المملكة أرقامها للعام 2017 بانخفاض 6% من الإنفاق وارتفاعا بنحو 31% على الإيراد المحقق في عام 2016. وتزامن إعلان الميزانية الأولى بعد رؤية المملكة 2030 وانطلاق البرنامج الوطني حساب المواطن الذي يهدف إلى الدعم الذكي للمستحقين من ذوي الدخل المنخفض والمتوسط لمواجهة أعباء أسعار الطاقة المقرر ربطها بالأسعار العالمية بشكل تدريجي. ويأتي برنامج التوازن المالي ليحقق التوازن في الميزانية العامة للمملكة من خلال كفاءة الإنفاق الرأسمالي وتحسين الإيرادات غير النفطية ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي. وكشفت الأرقام المعلنة في الموازنة تسجيل عجز بنحو 198 مليار ريال بنسبة أقل من 33% عن العام 2016، حيث سجل الإنفاق 825 مليار ريال مقابل إيراد فعلي بلغ 528 مليار ريال. وترافق إعلان الميزانية التزام حكومي بتسديد التزامات الدولة على القطاع الخاص خلال 60 يوماً وعدم فرض ضرائب على المواطنين أو المقيمين أو الشركات السعودية. مرحبا بكم مجددا مشاهدينا الكرام وبضيوفي في هذه الحلقه. استاذ مازن نستهل الحوار معك حول ابرز ملامح الميزانيه التي اعلنت، كيف قراتم الميزانيه وبما تختلف عن الاعوام السابقه؟ سؤال جميل الحقيقه. طبعا من ناحيه على المدى القصير فعلا لاحظنا مثلا ان العجز كان اقل من المتوقع، الانفاق كان اقل من المقدر، يعني كان مقدر 840 جاء 825، وهذا يبين نجاح الاداره الجديده في وزاره الماليه، التنظيمات اللي وضعت من ذي العام الماضي لضبط التكاليف. لكن ما كان هذا المهم حقيقة على الجانب، هذه بي مؤشر لنجاح الإدارة، لكن المهم هو اللي نراه مستقبلا. إنه الإنفاقات راح تنمو بشكل تصاعدي إلى 940 مليار ريال على 4 سنوات قادمة 5 سنوات قادمة بشكل يساعد ويهتم بالنمو وغير مرتبط بأسعار البترول. كانت ماضيا في الماضي تكون الميزانية على شكل سنوي منضبطة بسعر البترول، متناسبة مع سعر البترول. الآن لا، نلاحظ أنه الميزانية مرتبطة بأهداف تنموية التي هي إيش؟ اللي هي لتحقيق التنمية المستدامة، الموارد البشرية، البنية التحتية، التقنية، البيئة التواصلية اللي احنا فيها، الديجيتال والآي سي ام الموجود في آي سي تي الموجود في المجتمع اللي انت فيه. لذلك تجدين أن هذه المجالات شكلت من انفاق في عام 2017 64% من مجموع الانفاقات، إذا دخلنا فيها برضو الأمن شكلت 4 لتحقيق التنمية المستدامة. في تركيز على هالجانب، يعني شهدت ميزانية الصحة ارتفاع لوحدها 18%. النقل شهد في حدود 40%. ما أبغى أخطأ بالأرقام، لكن مثلا الموارد الاقتصادية شهدت ارتفاع بنسبة عالية. أيضا هناك قطاعات راح تبنت، يعني في جزء من انفاقاتها من تمويلها نفسها مثل البلديات. البلديات الحقيقة رصد لها 47.9 مليار، ولكن هناك تمويل داخلي منها 7 مليار، فوصل الرقم إلى 55 مليار. فهذه الحقيقة أرقام جدا ممتازة للحفاظ على التنمية المستدامة، هي خطة لتحقيق تنمية وليس مجرد يعني وليست مرتبطة فقط لدخل بترولي فترة مؤقتة. ممتاز. مهندس خالد، من وجهة نظرك كيف قرأتم الميزانية المعلنة، أهم ما لفت نظرك يعني في هذه الميزانية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أنا أعتقد هذه الميزانية تعد ميزانية استثنائية من أي ناحية؟ بكل جوانبها. أول شيء في الشفافية، في تطوير سياسات الشفافية، وخلينا نقول الانضباط المالي المستدام. يعني لأول مرة طبعا نشوف فيه
فيجن للخمس سنوات القادمة، خطتنا في الإنفاق وخطتنا في الإيرادات وبالأرقام طبعا. أضف إلى ذلك ما كان فيه أي مفاجأة، على خلينا نقول مفاجأة للمواطن من خلال مثلا أنه لم يتم اعتماد أو إقرار أي ضرائب دخل أو ضرائب دخل على الشركات. التزام الدولة في دعم القطاع الخاص من خلال تسديد المستحقات المقاولين خلال 60 يوم، هذا التزام جديد صراحة ويحفز القطاع الخاص، عكس خلينا نقول 2016 نوعا ما كان فيه بعض التأخر شيئا ما، وحلت 100 مليار اللي صرفتها الدولة. طيب. فبأمانة يعني في شغلة مهمة الآن في ظل انخفاض أسعار البترول عن السنوات السابقة، نجد أنه عندنا رقم كبير في الإنفاق اللي هو 890 مليار، فرقم يفوق كل السنوات الماضية. فالرقم هذا جاي مع خلينا نقول رؤية جديدة لرؤية 2030، واللي هي التركيز على الإيرادات الغير نفطية. صح. فأنا أقول أنها فعلا ميزانية استثنائية. نعم. أنتقل إلى ضيفي من المدينة المنورة أستاذ يوسف، أرحب بك معنا مجددا. أنت حدثنا عن الإنفاق بشكل أساسي وتوجه الإنفاق بنسب كبيرة إلى الصحة والنقل وغيرها من القطاعات التي تعتبر قطاعات البنى التحتية والتي تؤهل أو تستكمل البنى التحتية في الدولة. كيف تقرأون توجه الإنفاق بالشكل الأكبر إلى برامج أو إلى مشاريع البنى التحتية في المملكة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية لابد لي أن أشيد بمضامين كلمة خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله، عندما أكد للوزراء وللمسؤولين على أهمية تنفيذ الميزانية بدقة بما يؤدي إلى تنمية شاملة ومتوازنة في المملكة. قراءة للميزانية أن بدأنا إحنا ننحو منحنى جديد في موضوع النظر إلى كفاءة الإنفاق. وأعتقد أننا إحنا الآن بدأنا نسير على الطريق الصحيح من خلال مبدأ كفاءة الإنفاق. عندما نخطط تخطيط سليم، عندما نوفر الموارد المالية الكافية للمشاريع، عندما تنفذ المشاريع بكفاءة عالية، عندما نستعين بقدرات القطاع الخاص للتنفيذ، سوف نصل إن شاء الله لتحقيق تنمية مستدامة في المملكة. الميزانية حوت على العديد من المضامين الهامة، يعني أشار الزملاء أن التزام الدولة بسداد المستحقات خلال 60 يوم، هذا جانب إيجابي كبير. طرح السندات الحكومية في الخارج، وأتمنى أن تستمر الحكومة في طرح السندات في خارج المملكة، وتترك الأموال المتاحة في البنوك ليتم إقراضها للقطاع الخاص. المهم أن ينمو القطاع الخاص، أن تزداد عدد المشاريع الاستثمارية وبالذات في المجالات الواعدة، التصنيع، اقتصاد المعرفة، المشاريع التي للمملكة ميزة نسبية فيها. وبالتالي يعني أنا متفائل إن شاء الله أننا خلال الفترة القادمة سوف يتم تحقيق التوازن في الميزانية من خلال هذه العناصر. يعني لا نريد أننا فعلا يكون التوازن هو الهدف الأول والأخير، بل ننظر إلى التنمية لتكون هي فعلا الهدف الأول والأخير لنا في المملكة. نعم. أستاذ مازن، الموازنة التي أعلنت من الواضح أنها موازنة توسعية لحماية الاقتصاد من الانكماش. ما هو مفهوم الانكماش الاقتصادي، وكيف لهذه الميزانية بالإنفاق الضخم أن تجنب الاقتصاد الدخول في الانكماش؟ والحقيقة طبعا الانكماش هو نزول حجم الناتج المحلي في السعودية، أن يكون النمو سلبي ما يكون إيجابي. نعم. الحدث في السعودية تباطؤ، يعني حتى معدلات النمو العام الماضي كان النمو الحقيقي ريل جي دي بي 3.3%، السنة هذا انخفض 2016 انخفض إلى 1.4، فكان في تباطؤ كنا ملاحظينه. يعني كان في ارتفاع المعدل البطالة في السعودية، ارتفع إلى 12.1، هو الأعلى من 2012. نعم. صار معدل مؤشر التضخم صار في تباطؤ، لو شلتي السلع اللي ارتفعت أسعارها الحقيقة تقدرين تعتبرين الديفليشن، مثلا الأغذية انخفضت أسعارها، وهذا ينعكس على القطاع الاستهلاكي. ممكن تشوفين قطاعات التجزئة تعرضت لتباطؤ في المبيعات. نعم. هذه كلها تمت خلال السنة هذه، لأن كانت إعادة سنة هيكلة، كانت هيكلة إدارية مالية، عدة أشياء تجمعت مع بعض، إعادة الهيكلة الإدارية، دراسة الأولويات، حتى الدولة إعادة النظر في أشياء كثيرة في خطتها. يعني مثلا رفع أسعار المدخلات على القطاع الصناعي كان باين راح يكون سنوي، الآن لا، قالت الدولة راح نأجله بعد سنتين وندرس. يعني في دراسة، في لجان أعيدت. موضوع الإحلال
كان فكرة أول السعودية تقوم على الحلال، الآن لا، عبر نمو الاقتصاد وخلق فرص عمل أكثر، فصار في تغيير خلال السنة. هذا شيء. شيء ثاني، أسعار البترول كانت سيئة جدا خلال هالسنة، يعني صحيح. تذكر الربع الأول كانوا يذكرون الأخوان الزملاء، كان الربع الأول متوسط أسعار البترول 33 دولار. فكان من الصعب الدولة أنها تزيد انفاقاتها وانت في أول السنة وتستنزف احتياطاتك، وهذا ممكن يؤثر على تصنيفك الائتماني وقدرتك على الاقتراض. وجاء اتفاق التجميد في شهر فبراير، تحسنت الأسعار لكنها بقت ثابتة على متوسط 40 حتى الثلاثة أرباع الأولى، ما تحسنت الأسعار في الربع الرابع، كسرت أي منطقة الأربعينات. يعني كانت مستوى دخل البترولي يساعد على الباب الأول والثاني. يعني الآن نشهد تغير في السياسة المالية أم السياسة الاقتصادية؟ جميل جدا السؤال. صار في تحفظ في السياسة المالية لتخطيط اقتصادي، ما كان التخطيط الاقتصادي واضح هكذا فسام تحفظ مالي، الآن لا، تم توضيح الخطة المالية المرتبطة بأهداف اقتصادية. المقصود كان هناك تحفظ في السياسة المالية، يعني في دفع المستحقات. بالتأكيد بالتأكيد. ومن ثم كيف تغير هذا العمل؟ وحتى هذا الشيء كان واضح عندنا في القطاع البنكي استاذ، يعني نشرة سامة وصلت الأمور أنه الودائع للإقراض الودائع وصل نسبة هاي 90%، في بنوك وصل عندها 93% و91%، أصلا كان في السعودية النسبة 85% قروض الودائع. رفعت ولكن رفعت خلال هالسنة 2016، رفعت بعد الربع الأول لما سامة أدركت أنه واقع عليها أنها تغير الأنظمة، وكانت خطوة ممتازة وسامة تدخلت تدخلات ممتازة، لازم نشيد دور مؤسسة النقد النقدية هنا. في السياسة النقدية سامة تدخلت وأقرضت البنوك، سامة تدخلت وعادت سعر السايبر في السعودية، عادت تنظيم تسعيرة السايبر في السعودية والريبو، وبالتالي ساعدت في نزول الانترست ريت، وصل النسبة مزعجة 2.3 وأصبحت الناس تدخر، انخفضت الودائع الزمنية المفتوحة الكارنت المحرة إلى صالح زمنية، صارت الناس تدخر أكثر ما تستهلك، وهذا أثر. فسامة شارك بدور جيد، والآن وضحت معالم التحول، هذا زاد الاطمئنان لدى الجميع بخطط التحول ودعم والقطاعات التي ستدعم، وأيضا الميزانية التوسعية هذه والتوجهات بها. ممتاز. أستاذ خالد، من ناحية الصناعة، وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية أشار إلى أن الصناعة ستلعب دورا في رفع الإيرادات غير النفطية كما أشرت قبل قليل، كيف سيتم ذلك؟ من خلال أي سياسة، من خلال أي خطط استراتيجية لوزارة الطاقة والصناعة بأن يدعم القطاع الصناعي النمو في البلاد؟ سؤال مهم جدا. طبعا قبل ما نعرج على الإجابة على السؤال هذا، أول شيء خلينا نشوف أن القفزة النوعية اللي صارت في الإيرادات غير النفطية بين 15 إلى 16، عندنا 15 166 مليار، و16 قرابة 200 مليار، ففي قفزة نوعية صراحة، فهذه لابد أن نشيد بالجهد المبذول هنا وبالخطة اللي أو بالتخطيط السليم اللي أوصلنا إلى 200 مليار. طبعا لو ناخذ العشر سنوات الماضيه الايرادات النفطيه يعني اثرها على 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 خلينا نقول على الانفاق الحكومي لا يتجاوز يعني لا يتجاوز 20%. نعم. فانت يعني في خطر لما تنخفض اسعار البترول، انت ما عندك الا 20% تغطيه في انفاقك خلال العشر سنوات الماضيه. فالسنه هذه ما شاء الله قفزت الايرادات النفطيه عن 2015 38% ل 200 مليار. طبعا عودة إلى إجابة إلى على سؤالك، الصناعة هي محور رئيسي في عملية زيادة الإيرادات الغير نفطية من خلال خلينا نقول توطين الصناعة، زيادة المحتوى المحلي، توطين الوظائف، نقل التقنية والتطوير والأبحاث، هذه رقم واحد. الآن عندنا فيه خلينا نقول خطط موجهة لزيادة أو للاستثمار في قطاع التعدين، وقطاع التعدين تقريبا سنويا يدخل على كإيراد سنويا قرابة 100 مليار، اللي هي 98 مليار تحديدا، غير الوظائف اللي ممكن اللي هو بيخلقها خلال الخمس سنوات القادمة إلى 90,000 وظيفة. فهذه بالنسبة للصناعة اللي هي الصناعة صناعة التعدين. عندنا الصناعات التحويلية اللي على أثرها أنه ممكن تخلق فرص عمل من خلال مصانع تنشأ تصدر للخارج، خلينا نقول برضو المصانع هذه تستفيد من المحتوى المحلي داخليا، المعادن الموجودة عندنا، الثروة المعدنية الموجودة، الثروة البشرية الموجودة. فدائما أنا أكرر أقول نجاحنا في رؤية 2030 من خلال توطين الصناعة وتعظيم المحتوى المحلي، وعندنا هدف
الى عام الى نهايه الخطه 2030 نعم. انه نوصل الى 70% من المحتوى المحلي. طبعا في جزئيه مهمه الان نعم. توطين الصناعه طبعا يمكن تركيزنا اكثر شيء الان كيف ان ندعم الصناعات المنشات الصغيره والمتوسطه من خلال صندوق الصناديق اللي رصدت له الدولة أيدها الله 4 مليار ريال هذا برضو بيساعد نعم. مع الخطة. طيب. أستاذ يوسف أعود إليك وأشرت قبل قليل إلى كلمة خادم الحرمين الشريفين في أو خلال ترأسه جلسة مجلس الوزراء للإعلان عن الميزانية أشار إلى دور القطاع الخاص، كيف سيستفيد القطاع الخاص بشكل مباشر من هذه الموازنة من هذا الإنفاق الضخم وما الذي نحتاج إليه على أرض الواقع لدعم دور القطاع الخاص؟ أول شيء إحنا الحمد لله لدينا قطاع خاص واعد نعم. وقطاع خاص ناضج، وتجربة الأربعين سنة الماضية في دور القطاع الخاص هي تجربة ثرية وتجربة مشرفة لنا في المملكة. القطاع الخاص كان هو الأداة الحقيقية فعلا في التنمية الشاملة في المملكة. رأينا اليوم إحنا العديد من المشاريع المتنوعة بالذات في القطاع الصناعي وقطاع التعدين وقطاع المنشآت وقطاعات أخرى واعدة كان الدور الأساسي فيها للقطاع الخاص. نعم الحكومة وفرت لهذا القطاع دعم ومؤازرة وبنية تحتية وقروض، وبالتالي استطاع هذا القطاع أن يكون فعلا مساهم أساسي في الناتج المحلي. الإخوان أشاروا إلى قطاعات واعدة، التعدين نعم قطاع واعد، ولدينا قطاع واعد آخر اللي هو موضوع العمرة والزيارة في المملكة. يعني إحنا الآن مؤهلين لاجتذاب 30 مليون معتمر إلى نهاية عام 2030. هناك جهود كبيرة اليوم في مكة المكرمة والمدينة المنورة لإنشاء المزيد من الإيواء للمعتمرين في المدينتين. رأينا مشروع توسعة المسجد الحرام والآن المسجد النبوي الشريف لاستكمال التوسعة. سوف تكون يعني المدينتين اللي هي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وإن طبق موضوع تأشيرة العمرة اللي هو فيزا بلس لزيارة بقية مناطق المملكة يعني يكون رافد أساسي لنا في المملكة. القطاع الخاص لديه الإمكانيات ليستمر ليكون فعلا داعم أساسي في المملكة ويحقق سياسة تنويع مصادر الدخل الوطني، وهذا شيء جدا مهم. ولكن لازلنا في القطاع الخاص نأمل أننا فعلا أن الحكومة تذلل العقبات أمام القطاع الخاص وتبسط الإجراءات نعم. وأن توفر التمويل اللازم وتسدد مستحقات المقاولين يعني كما التزم بها خلال 60 يوم، وإتاحة المزيد من الفرص للقطاع الخاص للقيام بالمزيد من الاستثمارات المتنوعة. يظل موضوع التخصيص، القطاع الخاص قادر يعني إن شاء الله يكون اللاعب الأساسي في موضوع التخصيص بما يملك من إمكانيات من خبرات من رؤوس أموال من تجارب متراكمة نعم. وبالتالي يعني هذه كلها إن شاء الله تؤكد أن القطاع الخاص سوف يكون كما أشاروا الإخوان وكما أشارت يعني كافة المسؤولين أن المحرك الأساسي اليوم في التنمية في المستقبل هو القطاع الخاص السعودي. طيب أستاذ مازن، إلى أي مدى تعتبر بأن المنظومة متكاملة، التشريعي البيئة التشريعية الأنظمة المسألة السيولة والتمويل تدعم القطاع الخاص الآن، أم نحتاج إلى مزيد من الإجراءات التنظيمات التي تجعل القطاع الخاص يقوم بدوره في خلق وظائف مستدامة وفي المساهمة بالناتج المحلي الإجمالي؟ ممتاز السؤال. حقيقة الآن وزارة المالية راح تبدأ كل شهرين تحدد حجم الإيرادات اللي راح تكون موجودة وحجم التغير في المالية. هذا بيساعد أيضا دولة في مراجعة الأنظمة هل هي ماشية الأفكار على الخطة أو لا. فبالتالي هذا ممكن يساعدها على تعزيز القطاع الخاص كويس مستقبلا. طبعا القطاع الخاص أولا في الفترة القادمة القطاع البنكي لازم يكون يعني أعتقد في توجه للدولة من ناحية التمويل القطاع البنكي وأيضا الصناديق الموجودة الحكومية لتوجيه السوفت لونز القروض الناعمة واللي زي كما ذكر أخوان قبل قليل راح تكون موجهة على عدة قطاعات من ضمنها التعدين، الرفاينري، التصنيع الغذائي، أشياء كثيرة راح تكون موجودة، السياحة في السعودية عدة مجالات راح وأيضا مجالات ممكن لم تذكر لو وجدوا فيها فرصة راح يتم دعمها إذا عندها قدرة أنها تخلق فرص عمل نعم. هي ليش لا راح ممكن يخلق لها channels للتمويل أوكي؟ نعم. هذه القطاع الصناديق الموجودة يعني الدولة راح تشارك بطريقتين ترى مو بطريقة واحدة كمنفق ومن جهة أخرى عبر الصناديق الموجودة كمقرض نعم. بالقروض الناعمة هذا two channels ممكن يجي channel ثالث الدولة كمستثمر
عبر صندوق الاستثمارات العامة، ممكن أنه يشارك أيضا، أو مؤسسات الدولة، فهي عدة قنوات راح تجي. الخصخصة راح تجي وقتها في بيئة تكون، الآن وزارة المالية من ضمن الأشياء اللي ذكرتها أنه سيتم تقييم أصول الدولة. أها، ما المقصود بهذا؟ يعني تقييم أصول الدولة كل ما يعني ما تمتلكها الدولة من أصول، من عقارات، من أصول ثابتة وإلى آخره، كويس، أو من أصول منتجة إلى آخره، بحيث إذا تم خصخصتها مثل المستشفيات، مثل المدارس، الموانئ إلى آخره، هذه الأشياء اللي تمت خصخصتها، هذه بتزيد الشفافية أكثر والثقة أكثر في اقتصادنا وللمستثمرين. على أي أساس أنت راح تشتري هذه الأصول؟ صحيح. ومادية إنتاجها وربحها لك، لأن المستثمر جاي يربح، يعني ما يستثمر فيها عشان يخلق فرص عمل بشكل غير مرتبط بأهداف وأرباح ومن حقه. صحيح. فهذا أيضا راح يتم له مشاركته، فالخصخصة راح تكون باكورة في بيئة فيها استثمار، فيها تمويل، فيها شفافية من ناحية التقييم والرصد، وعدة مؤسسات قادرة أن تقدم الخدمات لخلق هذه البيئة المعرفية، البيئة التنافسية، البيئة الاستثمارية هذه. هذا اللي راح نراه مستقبلا، وهذا اللي راح يخلق فرص عمل أكثر. هنا راح تلقين دور القطاع الخاص نسبة حضوره ومشاركته في اقتصادنا أكثر. هذا يطرح سؤال، ممكن الإنفاقات المستقبلية تتغير في المستقبل، يعني الدولة راح يجيها كاش من بيع هذه الأصول، بدل أن تكون تنفق على هذه exactly. المنشآت الحكومية تصبح إيراد لها، تصبح مو بس إيراد، ممكن حتى أن الدولة أيضا تغير جهة الإنفاق وترفعها في جهات أخرى وتخصصها بعد فترة أخرى، وهكذا وهكذا وتستمر كما فيها، كما تجري الأمور ربما في دول بالضبط زي ما درت في شرق آسيا سابقا، وتجري في وش اسمه في الولايات المتحدة من الدول الرأسمالية. نعم. ماذا عن مهندس خالد، بما أنك متخصص في مسألة الصناعة، ماذا عن الصناعة وكيف يمكن يعني جعل مثلا أمثلة مثل سابك وشركات أخرى صناعية أرامكو ولو كانت معتمدة على النفط، كيف يمكن أن نعزز هذا المفهوم للصناعة وندعم القطاع الخاص بشكل مباشر في مجال الصناعة؟ نعم، أنا أعتقد بالنسبة للصناعة طبعا الزيارات اللي قام بها صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مع شركات عملاقة كبرى في شتى أنحاء العالم، هذه يمكن الهدف منها أنه كيف نعمل جوينت فينتشر مع شركات سعودية أو مع مستثمرين سعوديين أو أنهم يحضروا بأنفسهم للاستثمار. فهذه يمكن أول نقطة، أنه كيف ننقل التقنية لتطوير الصناعة ولتعزيز توطين الصناعة من خلال الشراكة مع الشركات العملاقة الكبرى. وطبعا يمكن حنا بأمانة يمكن لما نشوف ناخذ مثال في أول مصنع غاز تورباين في المملكة العربية السعودية شركة سيمنز الألمانية بالدمام، فأنتجنا أول غاز تورباين لمصفاة أرامكو بجازان، فهذا يعد فخر بأمانة. عندنا مصنع آخر منافس لشركة جنرال إلكتريكال برضو لتصنيع الغاز تورباين، فعندنا تقنيتين الآن هي الوحيدة في على مستوى العالم في إنتاج الغاز تورباين. الآن موجود عندنا مصنعين في الدمام. نعم. هذه يعني خلينا نقول صناعات متقدمة. على سبيل المثال طبعا عندنا مثلا صناعات إلكترونية، صناعات تحويلية، عندنا بعض الصناعات خلينا نقول الأولية. في جهود الآن خلينا نقول خطة عمل تقوم فيها وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية تشكر عليها صراحة. يعني أول شغلة كيف نحدد مفهوم المحتوى المحلي بين الشركات وبين القطاع العام والقطاع الخاص. الآن في ورش عمل واجتماعات بحيث أنهم يحددوا مفهوم المحتوى المحلي، إيش الإنسنتف أو الحوافز اللي ممكن تعطى للمستثمر أو للمصانع الوطنية. طبعا لابد أن تعطي الناس إنسنتف أو خلينا نقول مزايا محفزات نعم، بحيث أنهم يجوا يستثمروا هنا. فالآن نرى مثلا برنامج اكتفاء في شركة أرامكو، جهود تبذلها شركة سابك، جهود تبذلها شركة سعودية الكهرباء من خلال استراتيجية توطين الصناعة. ففي ورشة عمل كبيرة الآن الوزارة صراحة، لأنها وزارة كبيرة من ثلاث محاور قوية وعناصر قوية، قاعدة تعيد الترتيب بحيث أنها تخرج باستراتيجية لتوطين الصناعة. هذا رقم واحد. فيها واحدة من المبشرات برضو في وحدة المحتوى المحلي، وحدة
تحت يعني تابعه للمجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه. نعم. فهذه الان ستتبنى الدوله من خلال مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه مفهوم المحتوى المحلي. نعم. يعني كامل، وفي ورش عمل الان مع الشركات العملاقه ومع القطاع الخاص. فالصناعه طبعا خلينا نقول واحد من ابواب رؤيه 2030 لزياده الايرادات الغير نفطيه. وعندنا مثلا الصادرات السعوديه. نعم. تعمل جهود جبارة الآن في تسويق منتجات المصنعين الوطنيين وخلافه. نعم. وعندها أهداف. فيمكن ألخص بجزئية معينة، زيادة الإيرادات الغير نفطية الآن مرتكزة ارتكاز كبير على توطين الصناعات بشتى أنواعها. نعم. أعود إليك أستاذ يوسف في مسألة زيادة الإيرادات غير النفطية والأرقام المستهدفة للعام 2020 والتي تهدف بشكل أساسي إلى تحقيق التوازن المالي. كيف يمكن أو كيف يمكن تحقيق هذه الموازنة؟ ما هي السبل للتأكد من تحقيق هذه الأهداف على المدى القريب يعني وليس بالبعيد؟ طبعا استكمال لحديث الزملاء، أنا أعتقد أنه زيادة الاستثمارات في المملكة هو الطريق الأمثل فعلا لنا لتحقيق توازن الميزانية. في بيان وزارة المالية كانوا يتكلموا على كفاءة الإنفاق. كفاءة الإنفاق يعني أمر جدا مهم، وترشيد المصروفات الغير ضرورية والإنفاق الفعال على المشاريع أو على المصاريف الحكومية. ولكن هناك ثلاثة أمور لابد لنا من الإسراع فيها. الأمر الأول موضوع إعادة الهيكلة في المملكة وتطوير الأنظمة القائمة ومحاولة تحجيم الفساد إن وجد فساد في بعض المناطق، مناطق أنا أقول التنمية. وبالتالي يعني عندما إحنا نقوم بتحديث الأنظمة ونعيد الاستمرار في برنامج الهيكلة والإصلاح الاقتصادي والهيكلي ومكافحة الفساد وتحجيم الفساد، هذه كلها سوف تساهم فعلا في إيجاد جو مناسب للاستثمارات، وبالتالي سوف تكون هناك استثمارات متزايدة من قبل رجال الأعمال السعوديين. ولا ننسى يعني سعينا لجذب استثمارات أجنبية مالكة للتقنية والمعرفة ولديها القيمة المضافة، وتكون برضو يعني هي في معظمها نريد أن تكون مشاريع صناعية لسد حاجة السوق المحلي والتصدير لكافة دول العالم. نعم. وإن شاء الله أنه من خلال يعني هذه الجهود سوف يتحقق لنا فعلا تحقيق التوازن في الميزانية. نعم. مع طبعا استمرار الحكومة إن شاء الله في الإنفاق على المشاريع المنتجة، وبالذات قطاعات زي التعليم، المطارات، الصحة، البنية التحتية، هذه مهمة جدا لنا خلال المرحلة. نعم. القادمة في المملكة. ممتاز. أستاذ مازن، إن كان برنامج توازن المالي يهدف إلى الوصول إلى نقطة التعادل بين الإيرادات والمصروفات عام 2020، كيف سيتحقق هذا التوازن المالي برأيك؟ والله في عدة متغيرات من هنا لعام 2020. أولا أسعار البترول لا شك أنه راح يبقى لها وزن كبير، صحيح راح يبدأ ينخفض ولكن راح يكون لها وزن كبير. نعم. كويس. طبعا إحنا يهمنا السنتين القادمتين نشرات وزارة المالية راح توضح كيف نمو الدخل غير البترولي وكيفية بشكل دوري، وكيف انه راح المستهلكين يتعاملون معاه. يعني ممكن الترشيد من المستهلكين راح يأثر، راح له اكيد راح يتأثير. يعني مثلا بعد ارتفاع الاسعار الاستهلاك للطاقة ما راح يكون هو نفسه، فراح ينخفض. لازم نعرف درجة التذبذب اللي راح تصير في الدخل غير البترولي. كويس. طيب. هذا الشيء راح يكون واضح. أيضا الدخل للأسعار البترول راح تكون مؤثرة. الشيء الثالث أنه أيضا لا ننسى أيضا الخصخصة ونجاحها في الفترة القادمة إيش راح يكون دوره. نعم. فهذه كلها عدة متغيرات مستقبلا، الأولويات، الأشياء اللي راح نلاحظ أن فيها ازدهار أكثر ونمو أكثر وتخلق فرص عمل أكثر، راح تتوجه الدولة للاستثمار فيها أكثر. نعم. لكن حتى الآن الدولة تحفظت بأسعار البترول اللي وضعتها في الخطة، وهذا شيء جيد. يعني وضعت هي عدة سيناريوهات، مع ذلك السيناريو الأساسي ترى متحفظ، يعني راح على أسعار بترول هي نفسها اللي الآن من غير مراعاة الاتفاق اللي حدث مؤخرا، من غير مراعاة أيضا النمو اللي راح يصير والطلب في هالسنة كان جدا متحفظ. راح ننتظر أثارها
السنوات القادمة كما ذكرت لك هناك متغيرات، ولكن أعتقد صحيح. نقطة التعادل راح تكون قبل بتحفظ يعني قبل 2020. إيه هو كان حتى الوزير له تصريح بهالجانب مع الوزير المالية له تصريح بهالجانب، وأنا أيد فيه إنه أسعار الحقيقة البترول أخذت بشكل متحفظ والإنفاق متماسك، يعني عندهم سيطرة، هم وضح خلال سنة 2016 سيطرة على مستوى الإنفاق والأولويات الموجودة عندهم. أيضا تم دراسة خلال السنة المعايير البيروقراطية والتنظيمات الموجودة في تأخير المشاريع، في تأخير الصرف، في وهذا أدى إلى جمود خلال الفترة، هذا اللي نرى الفترة القادمة وراح يسهل العمل أكثر وشفافيته أكثر في الفترة القادمة. لذلك حكاية جزئية التوازن ما هي بالمقلقة قد ما هو الدخل غير البترولي، نتمنى أن يكون ثابت ومتماشي مع الخطة أكثر، هذا حتى اللي يبعد الموازنة أو يبعد الإيرادات عن التذبذب. بالضبط. بسبب تذبذب أسعارنا. طيب هنا حتى الوصول إلى هذه النقطة، كيف برأيك سيكون تمويل العجز في المرحلة المقبلة؟ يعني عام 2016 شهد إصدار سندات دولية في مؤسسات العالمية وسحب من الاحتياطيات وصل تمويل العجز ما في شك راح يكون أدتين، هو الاحتياطيات وأيضا الاستدانة، لكن الاستدانة في السعودية الآن صار لها دور ثاني قيمة نوعية. يعني كان في الماضي عندنا الاستدانة إذا انتهت الاحتياطيات كما حدث في السعودية في الثمانينات، ظلت السعودية تسحب من الاحتياطيات حتى بدأت تستدين بعد ذلك. الآن لا، الاستدانة متماشية مع الاحتياطيات، الاستدانة تخلق التزام. نعم. لأنك أنت لما تستدين لعندك تصنيف ائتماني، فلازم تحافظ على احتياطياتك، قوة العملة الموجودة عندك عشان تبقى في تصنيف الاستثماري، فبالتالي الفائدة عليك ما تكون عالية، الكريدت ريسك يكون منخفض، فهذه كلها يعني الاحتياط النقدي يرفع من التصنيف الائتماني مما يجعل هناك إقبال أكبر على سندات الدولية. بالضبط، له دور نمو الناتج المحلي في البلد، المؤشرات الاقتصادية، انخفاض عدد العاطلين، هذا كله، فهذا بيخلق التزام على الإدارة المالية الموجودة في المملكة وعلى المجلس الاقتصاد والتنمية على مراعاة هذه الضغوطات، وجود الديون هذا بيخلق ديسبلين. أيضا السعودية قالت نسبة الدين للجي دي بي راح ممكن توصل 2020 إلى 30%، النسبة أقل من 15% الآن، معناته في رغبة الاقتراض مو بس لتسديد الدين، والحقيقة خلق التزام وخلق سوق ديون موجود في السعودية، أداة جديدة موجودة مالية، وأيضا هذه النسبة يعني نسبة 30% لازم تربطها بنمو، معناته هذا النوع من الضغوطات أنك تحافظ على النمو، هذا الشيء يطمن أن عندك التزامات مع أطراف خارجية تجبرك أو تزيد عليك الضغوط للعمل وللتنمية أكثر. ممتاز. مهندس خالد، ماذا عن دور صندوق الاستثمارات العامة في زيادة الإيرادات غير النفطية؟ طبعا بيكون دور داعم ورئيسي، والآن شايفين صندوق الاستثمارات قاعد يخش شراكات مع شركات كبيرة. نعم. طبعا، ويمكن امتداد الكلام أنه لماذا تذهب الدولة هل بيستمر الاستدانة وخلافه؟ طبعا تستمر، ليش؟ لأنه أنا عندي الاحتياطات النقدية في مردود خلينا نقول عالي ومميز، جيد انه يستمر، يعني اسهل شيء انك تاخذ من احتياطاتك النقديه، لكن اذا تجيب لك ايرادات الاحتياطات هذه ايرادات مميزه فالافضل انك تروح تستدين وتخلي الاحتياطات النقديه هذه يعني تولد ارباح مميزه وخلافه. اتوقع صندوق الاستثمارات العامه الان عنده خطه الان للشراكة، للاستحواذ على بعض الشركات، وحتى الآن يعني في بعض الأخبار بعض خلينا نقول بعض الاستحواذات اللي عملت الآن طبعا سواء مع شركات أجنبية أو داخلية طبعا. نعم. وفي خطة الآن حتى في إعادة هيكلة، إعادة آلية الصندوق، أنه جاي يعني بفلسفة جديدة يدعم رؤية 2030، فدوره طبعا محوري لأنه يعني ما شاء الله يعني يصنف من أكبر الصناديق في العالم يعني كقوة اقتصادية ومالية. نعم. أستاذ يوسف، أيضا في مسألة توجه صندوق الاستثمارات العامة للاستثمارات، في السابق كانت الاستثمارات أكثر محلية، الآن توجه نحو تنويع الاستثمارات حتى زيادة الاستثمارات ذات المخاطر العالية وفي المقابل ذات الإيرادات العالية، كيف ترون هذا التوجه الاستثماري الجديد لصندوق الاستثمارات العامة؟ طبعا الحكومة أعلنت في المرحلة الماضية تبني إنشاء الصندوق السيادي، هذا المشروع الطموح الذي طرحته أنا ومجموعة من الزملاء أبان عضويتنا في مجلس الشورى. بلا شك عندما يكون لدينا صندوق سيادي مدعم بخبرات عالية التأهيل والخبرات كبيرة من الداخل والخارج،
سوف يكون إن شاء الله صندوق فعال يحقق لنا أعلى العوائد، وبالتالي لا بد لنا من ضخ الأموال التي سوف تأتي من تخصيص المنشآت في المملكة في الصندوق السيادي ليقوم بإعادة استثمارها. يعني لا نريد إحنا للتخصيص أن الحكومة تتسلم هذه الأموال وتنفقها إنفاق جاري، ولكن نريد لهذه الأموال أن يعاد ضخها في هذا الصندوق السيادي ليقوم هذا الصندوق بإعادة استثمارها في مشاريع إن شاء الله تكون منتجة في داخل المملكة وخارجها. الدور على الصندوق دور كبير جدا. إحنا في الميزانية أشاروا أن عوائد الصندوق 15 مليار ريال، نتمنى أنه إن شاء الله يوم ما تكون عوائد الصندوق فوق 50 مليار خلال السنوات القليلة القادمة، ولكن محتاجين نحن إلى الآلية المناسبة في تفعيل استثمارات الصندوق بداخل وخارج المملكة. اليوم مع التباطؤ الاقتصادي العالمي هناك فرص واعدة في العالم، مع التباطؤ الاقتصادي العالمي نستطيع أن نجتذب شركات تعمل في المملكة من خلال الاستثمارات الأجنبية، وأعتقد أنه هناك دور أساسي ومهم للصندوق، ولكن التوقيت بالنسبة لنا مهم. نريد للصندوق أن فعلا أن يتحرر من العقلية البيروقراطية لتكون العقلية عقلية استثمارية بحتة، وأن ينشأ بسرعة الصندوق السيادي للمملكة ليقوم بهذه الاستثمارات مع البحث عن الكفاءات المميزة والمشاريع المميزة على مستوى العالم. أستاذ مازن، ما مدى مساهمة صندوق الاستثمارات العامة برفع الإيرادات غير النفطية والأرقام المستهدفة له على خلال عام أو من الآن حتى العام 2020؟ هو أنا على ما فهمت صندوق الاستثمارات العامة لن يدخل في الإيرادات بشكل مباشر، هو الحقيقة لتعزيز الاحتياطيات الموجودة للمملكة وثروة المملكة. نعم. يعني حتى تلاحظين كثير من استثمارات برايفت إيكويتي ما هي كاش، يعني ما مسي مثلا أوبر مثل سوفت بانك، هذه استثمارات برايفت إيكويتي ما هي كاش، يعني ما أرباحها حتى لما ترتفع محاسبية، بس مع الزمن تبني الثروة للمملكة. بعد 4-5 سنوات أكيد راح تتحول هالاستثمارات هالفالويشن هذه تتحول تتحول للكاش، هذه جزء منها على الأقل يصير كاش، لكن بيصير له دور غير مباشر أنه ممكن يجذب استثمارات أجنبية للمملكة، foreign direct investment يجذبها للمملكة أكثر عن طريق شراكاته هذا الصندوق، عن طريق استثماره في المملكة أو في الخارج. هذا شيء. الشيء الثاني أيضا الخصخصة اللي راح تصير في المملكة أيضا هو راح ممكن يشارك فيها. نعم. ممكن هو يشارك ويساهم القطاع الخاص فيها لإعطاء نوع من الثقة مشاركته. فهو الحقيقة راح يكون له دور كبير في كل التغيرات اللي راح تكون موجودة في خصم، سواء تعزيز الاحتياطيات، تعزيز الخصخصة، نعم، معدل نمو الناتج المحلي، دخول استثمارات أجنبية، والتي بدورها أيضا راح تنعكس على ارتفاع الإيرادات غير البترولية. هذا راح يكون دور، لكن لا أعتقد أرباحه بشكل غير مباشر. أي بشكل غير مباشر، لكن لن تكون أرباحه جزء من أرباح إيرادات الدولة بشكل مباشر. هذا من ضمن الخطة الاستراتيجية بعيدة الأمد يعني لدور صندوق الاستثمارات. هذا على ما نراه للسنوات القادمة، بعد ذلك ممكن تشهدين تغيرات، لكن الآن السنوات القادمة راح يكون هذا هو دوره. ممتاز. مهندس خالد، خادم الحرمين الشريفين أشار أيضا في كلمته إلى أن الإجراءات المتبعة في المملكة حتى بعض الإصلاحات الاقتصادية قد تكون نوعا ما قاسية إن صح التعبير على المواطن، ولكنها مرحلة مؤقتة وسوف تمر، وأيضا حساب المواطن، ولو لم يعني لا نود الحديث بشكل مباشر عن حساب المواطن اليوم، ولكن كيف يمكن المواطن أو كيف ستأثر المواطن بشكل مباشر بالميزانية المعلنة؟ نعم، أنا أعتقد طبعا في حال إجراء أي تصحيحات اقتصادية وخلافه الوجع يعني لا بد منه طبعا، وحنا طبعا كمواطنين سعوديين يعني يدا بيد مع الدولة أيدها الله قاعدين نشوف خطة، رؤية، التزام، شفافية. فمهما كان الوجع يعني بيكون إن شاء الله فيه، خلينا نقول فيها في صبر وفيها دعم معنوي من المواطن وفي عملية تعزيز للموقف هذا. طبعا واحدة من يمكن خلينا نقول الشغلات الاستثنائية اللي قامت فيها الدولة لحساب المواطن، ففي ظل أنه أنا بسوي تغييرات اقتصادية على أسعار مثلا الطاقة، أسعار المياه وخلافه، رفع الدعم، أنا الآن بوجه الدعم للمستحقين، وبرضو أنا أحاول أمنع أي تسرب لدعم يذهب لفئات غير مستحقة. فبالعكس حساب المواطن يعني صح أنه احنا قاعدين نقول والله في وجع للمواطن، لا، الدولة الآن لم تنسى المواطن ذو الدخل المحدود أو الدخل المتدني من خلال آلية اللي شفناها كلنا من خلال لما أعلنتها وزارة المالية اللي هو حساب المواطن.
فالمواطن الآن بيكون في دعم، يذهب الدعم هذا المستحقيه للفئات اللي ذكرت، والناس خلينا الغير المستحقين لا يشملهم الدعم. فيمكن دائما الميزانية كاملة هي يمكن موجهة لتنمية المواطن، لرفاهية المواطن وخلافه. نعم. وكل ما نراه الآن أنه تغييرات اقتصادية تتماشى مع ما هو مطبق في الدول الأخرى. يعني لو أخذنا على سبيل المثال أسعار الموية والكهرباء، نحن من أقل الدول أسعار يحصل عليها المواطن يعني. فحتى لو تتغيرت مع السعر العالمي، العالم بيطبق هذه الأسعار يعني. فيمكن هذه اللي هي قضية أنه الوجع ممكن يكون موجود، لكن الدولة جالسة بتخفف هذا الوجع من خلال آليات شفناها زي حساب المواطن هذا اللي استبشرنا فيه خير طبعا. نعم. أستاذ يوسف، ما هو دور الغرف التجارية في المساهمة بدعم القطاع الخاص بشكل مباشر كي يقوم هو بدوره أيضا برفع الإيرادات غير النفطية؟ أنا ودي بس أعلق على المداخلة الأخ خالد في البداية. موضوع كفاءة الطاقة، يعني إحنا الدولة عندما خصصت هذه المبالغ للمواطنين نريد فعلا أن تكون كفاءة الطاقة في منشآتنا العمرانية، في السيارات بكل أنواعها، أن تكون هناك في نستخدم في المكيفات التكييف أن تكون مرتفعة، وبالتالي كفاءة الطاقة هي ما سوف توفر فعلا لما يكون عشرات المليارات على الدولة من خلال تقليل إنشاء المزيد من محطات الكهرباء وتقليل النمو الذي وصل إلى 7% في النمو في قطاع الكهرباء في المملكة. الغرف التجارية عليها دور هام وهام جدا. اليوم الغرف التجارية هي شريك في القرارات، ولا بد لها فعلا أن يكون فعلا رجالات الغرف وكلهم زملاء لنا أن يكون يلعبوا دور هام جدا في هذه المرحلة التنموية في المملكة. يجب أن يزودوا صناع القرار بمرئياتهم، بمرئيات القطاع الخاص، بما يروه مناسبا لاستمرار النمو في المملكة، ويكون فعلا شركاء حقيقيين في هذه القرارات العديدة التي تصدر. فهم الممثلين الفعليين لرجال الأعمال. نريد منهم فعلا أن يكون لهم دور في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، زيادة الاستثمارات، تعريف رجال الأعمال بالميزات التنافسية والنسبية في المملكة، سعيهم من خلال الوفود التجارية واستقبال الوفود في الترويج للمملكة كوجهة استثمارية واعدة، ودورهم الهام في موضوع الأنظمة والتشريعات في المملكة عليهم دور مهم لا بد أن تقوم فيه الغرفة التجارية، وأن يكون فعلا تواصلهم دوما مع صناع القرار لنقل وجهة رجال الأعمال لصناع القرار في المملكة للمزيد من المساهمة، من مساهمة رجال الأعمال في التنمية. نعم. أستاذ مازن، أنتقل معك إلى محور آخر وهو عدم فرض ضرائب على الأفراد، ضريبة الدخل وغيرها. لماذا يعني لماذا لم يعلن دعم أو فرض ضريبة الآن على المواطنين؟ أنا لازم نحكي عن الرسوم اللي انحطت ورفع الدعم وعدم وضع ضريبة الدخل كلها. أولا الضرائب في نظر علماء الاقتصاد، ضرائب دخولها لما تكون الفرص متاحة تأثر على النمو، لما يكون في سوء سلبا، لما تكون الفرص غير متناسبة وفي أبيوز، في سوء استخدام المورد معين، الضرائب تكون أداة للحد من استهلاك هذا الشيء. مثلا لما يكون مثلا السعودية مثلا دخلها الأساسي البترول، وتصير السعودية الفرد رابع أكبر مستهلك في العالم، ثلث إنتاجه يذهب على الاستهلاك المحلي تقريبا، هذا مؤشر خطير. خففنا الاستهلاك. بالضبط بالضبط. مثلا الموجود في السعودية نسبة، هذه نسبة رسمية، نسبة المدخنين بكل أنواع التبغ تتجاوز 20%، فلا بد أنك راح تصرف عليهم لو مرضوا. نسبة المصابين بالسكر عالية، تلجأ الدول مثل المكسيك عندها نسبة المصابين بالسكر عالية، السعودية نسبة الكهرباء عندها النمو السنوي عالي، وصل حجم الطاقة الكهربائية في السعودية 54 جيجا. دولة زي بريطانيا مثلا حاج ناتجها المحلي قد السعودية 4 مرات، سكانها قد السعودية 2، حجم طاقتها الكهربائية أكبر من السعودية فقط ب10%. معناته في سوء استخدام، عدم كفاءة الطاقة في السعودية. موجود وجود ترسانة صناعية في بريطانيا كبيرة ضخمة، ومع ذلك الحجم الكهربائي قريب. فهنا تستخدم أنت الأدوات هذه لإعادة تنظيم التشوه في اقتصادنا.
مثلا بعد الضرائب الناس قالت ليش ما نحط ضرائب على العمالة، حوالات العمالة في الخارج، عامل ما لا يعني مسكين الراتب صغير بتحوله، لكن رب العمل اللي عنده عدد عمال كبير يحتاج عدد أقل، ضريبة عليهم على عددهم راح يخليه يعيد التفكير في كيفية رفع إنتاجية كل عامل. وهذه طريقة غير مباشرة لتقليص الحوالات الخارجية اللي تضغط على الريال وعلى اقتصادنا، ومن جهة ثانية تقليص عدد العمالة الأجنبية الموجود في السعودية، ويكون بشكل ما يظلم العامل مسكين اللي جاء، يعني ما يظلم، يتحمل رب العمل كويس. فهي عادة تنظيم للموارد والاقتصاد أكثر ما هي وسيلة جباية. هنا تستخدم الفيز، هنا تستخدم الضرائب الرسوم لإعادة هيكلة الاقتصاد. ضرائب على دخل الفرد ما راح تساعدك في هالحالة، راح تأثر على استهلاك الفرد. السعودية هم السعودي يكون مستهلك، يقدر يشتري الأبنة ما يحتاجه، يقدر يدخل أبنة المدرسة، يشتري بيت إلى آخره، هم هالشيء. ولكن في بلد. في المقابل أيضا يعني انخفاض الاستهلاك يؤثر سلبا على الاقتصاد. إيه طبعا انخفاض الاستهلاك التنموي اللي نتكلم عنه، لكن ما يكون في أبيوز للموارد مثل الكهرباء والمويه، يعني هذا مو بس، لكن أنا يهمني أنه يواكب التقنية، أنه يكون أنه يستطيع أن يشتري الأدوات الحديثة ليواكب التقنية وترتفع إنتاجيته أكثر وتقلل استهلاك الطاقة. هذا شيء ثاني، أنه يكون على أقل قدر طاقة استهلاك. هذا ترند حول العالم تجدينه. حاول أنك تحقق الأجهزة المتقدمة تكون عندك بأقل استهلاك للطاقة، أفضل مستوى تعليم، أفضل مستوى صحي، تكون في أفضل مستوى دخل. هذا الكواليتي حق الاقتصاد، لما الفرد مستوى تعليمه، مستوى صحته، وايضا للدخل يكون جدا يرتفع مع ارتفاع مستوى الاقتصاد. هذا اللي السعوديه تحاول انها تلجأ له. ممتاز. مهندس خالد، يعني بدا الوقت يداهمنا، رايك في هذه النقطه باهميه او ضروره رفع الدعم او حتى فرض ضرائب على السلع كالدخان وتبغ وغيرها من المشروبات الاخرى مثلا؟ بالعكس، رفع الدعم انا اعتقد انه طريقة إيجابية الآن، وخلينا نقول أحد الحلول وأحد خلينا نقول الشغلات اللي قاعد تقوم فيها الدولة بحيث أن نحقق رؤية 2030. الآن استهلاك الفرد من الطاقة 3 أضعاف مقارنة مع عالميا، بأمانة يعني يحتاج لنا إعادة نظر، يعني حنا كمواطنين وخلافه 5 أضعاف استاذ ماجد. اي نعم، 5 أضعاف أكثر. اي نعم، طيب 5 أضعاف. فيحتاج لنا يعني خلينا نقول ثقافتنا الاستهلاكيه صراحه كمواطنين لابد ان يكون هناك انظمه تجبرنا، زي ما يكون عندنا انظمه مرور تجبرنا ان نكون مواظبين في المرور وخلافه وكذا. نعم. لابد يكون عندنا انظمه اقتصاديه تجبر المواطن بحيث انه يكون مرشد. وفي جزئيه مهمه الترشيد هذا للاجيال القادمه طبعا. صحيح. استاذ يوسف بدقيقه تفضل، كلمه اخيره تذكرها قبل ان نختم. ودي اعلق على مداخله الاخ مازن. نعم. عندما اشار على موضوع العماله الوافد، احنا فعلا يعني اتينا بالعماله الوافده لتسريع التنميه في المملكه. نعم. وقد نتفق جميعا اننا الان احنا بحاجه الى انتاجيه العماله الوافده في المملكه، مع أهمية الاستمرار في موضوع توطين الوظائف وبالذات في القطاع الخاص. نعم. من خلال تأهيل المواطنين، من خلال تدريب المواطنين، من خلال زيادة كفاءة إنتاجية المواطنين. نعم. وبالتالي يعني هذا برنامج طموح لابد لنا في المملكة الإسراع فعلا بتبنيه وبصرامة. ممتاز. وأن نحد فعلا من تدفق العمالة الوافدة بهذه الطريقة على المملكة. شكرا لك أستاذ يوسف. أستاذ مازن، نقطة أخيرة تذكرها قبل أن نختم تعقيبا على المدار في الحلقة. أولا سعيد مشاركة الأساتذة الكرام معنا، هذا قبل كل شيء، وأتمنى كلنا، أنا أعتقد أنها بتصير سنوات خير قادمة، متفائل جدا فيها، والتنمية هي عمل جماعي، والله يوفق قيادتنا وتجعل المملكة دائما بلد خير ونمو وازدهار إن شاء الله بإذن الله. الأستاذ مازن سديري رئيس الأبحاث لدى الاستثمار كابيتال، شكرا جزيلا لتواجدك معنا في حلقة اليوم. مهندس خالد الغامدي خبير سلسلة الإمداد وتوطين الصناعة، شكرا جزيلا لك. وأشكر ضيفي من المدينة المنورة أستاذ يوسف الميمني رجل الأعمال لمشاركتك معنا في حلقة اليوم، شكرا لك. مشاهدينا الكرام، بهذا نصل إياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، سوف نلتقي بإذن الله غدا بنفس التوقيت ودائما على الموعد.